مساء الخير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من حصاد اليوم. نناقش في ملفنا الأول، بعد أيام من التصعيد العسكري حول درنا الإعلان عن تشكيل جسم أمني جديد في المدينة. وأما في الملف الثاني فنناقش فرص نجاح المساعي الرامية لتوقيع اتفاق نهائي لعودة أهالي تورغا قبل شهر رمضان. إذن بعد أيام من التصعيد العسكري ضد مدينة درنا، أعلن المسؤول العام لمجلس شورى مجاهدي درنا وضواحيها عطية الشاعري أن أبناء المدينة قرروا التوحد والعمل صفا واحدا تحت اسم جديد هو قوة حماية درنا. واعتبر الشاعري في كلمة مرئية له الجمعة هي الأولى من نوعها منذ إنشاء المجلس في 2014، اعتبر إنشاء الجسم الجديد مواصلة للعمل تحت ميثاق مدينة درنا على حد قوله. التقرير التالي والتفاصيل. قوة حماية درنا، قوة جديدة أعلن عن تشكيلها المسؤول العام لمجلس شورى مجاهدي درنا عطية الشاعري. الشاعري وفي كلمة متلفزة قال إن أبناء مدينة درنا قرروا التوحد والعمل صفا واحدا تحت هذه القوة. رأى المجلس أن يخطو خطوة أكبر لندمج كل أبناء المدينة ثم العمل صفا واحدا تحت اسم واحد قرره أبناء المدينة الكرام، وهو قوة حماية درنا، لنكمل العمل تحت ميثاق مدينة درنا صفا واحدا مع جميع مكونات المدينة. مظلة جديدة اعتبرها الشاعري تقديرا لتضحيات أبناء المدينة الذين نجحوا في دحر الإرهابيين ثم تمكنوا من صد محاولات قوات الكرامة التقدم برا نحو مدينتهم. كان من أعظم ثمار تلك المسيرة المباركة إفشال مشروع العاجز حفتر الذي عاث في الأرض فسادا ومزق النسيج الاجتماعي لأبناء الوطن وخالف كل أحكام الشريعة الإسلامية والأعراف القبلية وانتهك جميع الحقوق الإنسانية. وبعد إسدال الستار على هذا المشروع الإجرامي تسلمت إدارة المعركة بصورة كاملة قوات أجنبية هدفها الأول القضاء على ما تبقى من ثورات الربيع العربي. قوة حماية درنا تشكيل جديد يأتي بعد أيام من التحركات العسكرية حول المدينة، حيث شهدت تخوم درنا تصعيدا عسكريا برا وجوا ومحاولات تقدم من قبل قوات عملية الكرامة في أكثر من محور، إلا أنها تراجعت بعد تكبدها خسائر في الأرواح والعتاد وفق مسؤولين بالمنطقة. وعلى إثر هذا التصعيد أعرب عدد من المنظمات الحقوقية عن قلقها من التهديد باجتياح المدينة، مستنكرة ما وصفته بالصمت المريب للمجلس الرئاسي ومحملة للأمم المتحدة المسؤولية الكاملة في التدخل لحماية المدنيين. تسمية الجسم الجديد بقوة حماية درنا ودمج مقاتلي مجلس الشورى فيه يراه مراقبون ومتابعون للشأن الليبي تحولا جديدا يطرح تساؤلات عن دلالات التوقيت وتأثير هذا الإعلان على الصعيد الداخلي والخارجي بعدما جرى استبعاد مصطلحي شورى ومجاهدين من الاسم الجديد. كما يطرح سؤال أيضا عن إمكانية أن يسهم هذا الإعلان في تجنيب المدينة ويلات الحرب وفك الحصار المفروض عليها منذ أكثر من عامين من خلال مصالحة وطنية شاملة. هذا إذن هو موضوع الجزء الأول من حلقة حصاد اليوم الليلة. لمناقشتي نرحب بضيوفنا معنا عبر سكايب من درنا المسؤول الإعلامي لقوة حماية درنا محمد المنصوري، معنا عبر الهاتف من بنغازي المدون والناشط المدني سالم بوشعراية، وهنا معنا في الاستوديو مدير مركز بيان للدراسات نزار كريكش. أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك سيد محمد منصوري المتحدث السابق باسم مجلس شورى مجاهدي درنا، أهلا بك معنا. حدثنا في البداية ماذا يعني إعلان تشكيل القوة لحماية درنا والتي قلتم إنها كل مكونات المدينة ستندمج فيها؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا هذه الخطوة يعني هي تعني لنا كثير، تعني لنا وحدة صف أهالي المدينة بالكامل، تعني لنا تقدير من مجلس شورى درنا لمواقف التي رأيناها من أهلنا في مدينة درنا، حيث رأينا التكاتف عندما أعلننا حربا على تنظيم الدولة، رأينا التأييد، رأينا المؤازرة، رأينا الدعم. حاولت ميليشيات الكرامة كم مرة أن تقتحم داخل المدينة من عند كارثة وأخيرها من عند الفتاح، رأيناهم
هبوا نصرة لأبنائهم ودعما لأبنائهم، لم يتخلوا أهل درنا عن مواقفهم مع أبنائهم. فتقديرا لتلك الجهود رأينا أن نجمع الكلمة ونوحد الصف في داخل المدينة، وحل اسم مثلا إلغاء اسم مجلس شورى مجاهدي درنا وضواحيها، وتشكيل حماية قوة حماية درنا عمليا. ماذا يعني كيف يفيد كيف تفيد هذه الخطوة أهالي درنا؟ تغيير الاسم كما أشرت، كيف يفيد أهالي درنا في هذه الأزمة؟ هذه الخطوة هي نوع من أنواع النصر، هذه الخطوة نوع من أنواع القوة لأهالي مدينة درنا لكي يحافظوا على مدينتهم، لكي تكون كلمتهم العسكرية والاجتماعية والإدارية والسياسية والمدنية واحدة. من هي المكونات التي أشرتم إليها بأنها ستكون جميعا منطوية؟ طبعا نحن في المدينة نعمل تحت ميثاق المدينة، ميثاق مدينة درنا. مجلس الحكماء والأعيان أبدوا تأييدهم لهذه الخطوة، الأهل الاجتماعي أبدى تأييده، العسكريين من الجيش والشرطة كثيرون من أبناء درنا اتصلوا بنا وأيدوا هذه الفكرة واستعدوا لتقديم الخدمات معنا. كثير من مؤسسات المجتمع المدني، رابط مؤسسات المجتمع المدني درنا، تجمع أهالي درنا، كلهم أيدوا هذه الفكرة. هذه خطوة في الاتجاه يعني أنها تجعل المدينة يد واحدة وكلمتها واحدة وقوتها واحدة. طيب لماذا أعلنتم عنها أنتم في مجلس شورى ما كان يعرف سابقا بمجلس شورى مجاهدي درنا، ما دامت كل هذه الأطراف معكم من المدينة، لماذا لم يعلن عنها تعلن عنها المجلس البلدي أو هذه المؤسسات المجتمع المدني وظهرت باسم السيد عطية الشاعري؟ نحن هذه الخطوة تهمنا نحن بالدرجة الأولى، لأن أصبح كثيرون ينادي في مجلس شورى يعني باتخاذ خطوات، يعني خطوات جريئة وخطوات تصبح تجعلنا في الأمام في 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 يعني في يعني نقول لك إنك تخلينا في اتساع أكثر. فنحن أصحاب الشام في مجلس شورى درنا، فعندما تم النقاش ما بين مكونات المدينة ومجلس شورى درنا استجبنا لهذا الأمر وقررنا أن تكون هذه الخطوة هي وقتها الآن وتكون بعد استشارة أهل المدينة. سنعود إليك سيد محمود المنصوري. سيد نزار أهلا بك معنا هنا في الاستوديو، ما رأيك في الدوافع التي تحدث عنها سيد المنصوري للإعلان عن قوة حماية تأمين درنا، وكيف ستفيد درنا في أزمتها الحالية أو الموقف الذي به الآن مع الحديث عن التحشيد؟ يعني هو بداية مجلس الشورى أو مجلس الشورى مجاهدي درنا ليس حركة ولا جماعة إسلامية ولا تيار إسلامي أو النصر، هو عبارة عن مجموعة من المقاتلين نشأوا من هذا المجتمع منذ الثورة، كانت جماعة يعني تسمى مسلم ثم تغير الاسم، فأصلا توصيفهم بأنهم جزء منفصل عن المجتمع هذا يعني خاطئ، لأن اللي أحدث الإشكال هو محاولة ربطهم بتنظيمات خارجية يعني، لكن هو ليس بتنظيم، ليس بأيديولوجيا، لا يمكن أن يقارن بهذا، عبارة عن شباب اتفقوا على قتال داعش. ما التصنيف الأصح له دكتور نزار؟ دوما هناك خلط على أنه مجموعة مؤدلجة. هو لولا يعني ما يحدث في الشرق الآن هو محاولة تغليف كل شيء وربطه بتنظيمات دولية للاستفادة منه سياسيا، لكن هي كتيبة زي أي كتيبة موجودة في مصراتة، موجودة في سبها، هي كتيبة عادية، كتيبة عسكرية فقط لا غير. الاسم دار ربكة، لما راجع مجلس الشورى راجع المسيرة الموجودة تختلف عن كل الدول المدن الأخرى، بماذا؟ بأن الناس كانوا معهم في كل شيء، الناس تظاهروا لذهاب مسلم إلى لحل كتيبة مسلم وراضية كتيبة مسلم، ليس جديد. الناس لما شافوا داعش يعيث في الأرض فسادا وسط سكوت من قوات الكرامة وسكوت من المجلس الرئاسي وسكوت من الحكومات كلها، خرج الناس مع هؤلاء المقاتلين. الناس لما شافوا أن المدينة محاصرة بدون أي رحمة، بدون أي مراعاة لأي جيرة لأي قبيلة لأي معنى من معاني الإنسانية، تكاتفوا مع بعضهم. لما خشوا من شرق من غرب درنا، الناس طلعوا وأخرجوا هؤلاء الذين هاجموا درنا من الغرب. لما جاءوا من الفتيح تفوجئ المجلس الشورى بنفسه أن 500 شاب من درنا يأخذ سلاحه ويطلع للفتيح. قالوا نحن ليش قسمين أرواحنا؟ ليش موجود مجلس شورى وناس؟ خلينا ندير قوة متكاتفة. هذا الإعلام بكل
معاني تنظيمية هو حل لمجلس الشورى. لا يوجد الآن مجلس شورى، يوجد قوة حماية درنة يخضع لإجراءات محددة، يوضع هيكل داخلي، يضع نظام داخلي، يتفق مع باقي المؤسسات الأخرى. على الحكومة الآن ما دامت هي مجموعة مسلحة، لماذا لا يتم انضمامها إلى أي مؤسسة عسكرية أو تتعامل مع مديرية الأمن أو تتعامل بشكل بدلا من حل نفسها أو التعامل كأنها مجموعة مؤدلجة؟ وهذا ربما هو الذي يجلب الشبهات. ماذا تفعلين وأنت المجلس النواب الموجود في طبرق يحاصر المدينة والمجلس الرئاسي الموجود في طرابلس يعني لا يستطيع أن يصل إليه؟ يعني في إشكالية في الدولة، إشكالية درنة في الدولة من زمان. لا خلوهم ينتخبوا، أرسلوا إليهم تنظيم الدولة، لما طردوا تنظيم الدولة حاصروهم. ماذا بيديروا الناس الآن؟ أهل درنة يروا أن المعركة ضد درنة إلى أن يثبت الليبيين العكس، يثبت اللي حول درنة العكس أنهم ما يهاجموش في درنة، لأن الآن القتال مع الأهالي. طيب أشرت إلى نقطة أنهم الآن اتجهوا إلى حل أنفسهم، برغم أن فيما ورد على لسان عطية الشعري لم يكن هذا، لم يسميه حل أنفسهم، وإنما هو تشكيل قوة أمنية جديدة. هذا الاتجاه إلى تغيير الاسم ألا يمكن أن يكون تماهن أو تغيير أو تخفي؟ في أي علم تنظيمي لا يوجد شيء اسمه نغير الاسم. لما نشكل جسم جديد معناها حنغير في الجسم الموجود، أكيد هذا ضمني يفهم. هذا أنت الآن أمام جسم جديد، هذا الجسم من سيقوده؟ حتختار من يقوده، حتختار تنظيمات جديدة، حتختار هيكلية جديدة، حتختار أهداف جديدة. البيانات ستصدر باسم قوة حماية درنة، الناس اللي تخرج للمتحدثين حيكونوا شخصيات جديدة، فتحدث هيكلة كاملة. لا يوجد دمج، ليست جبهة. هم لم يقولوا الآن جبهة لحماية درنة، قالوا قوة حماية درنة، بمعنى أن كل من يريد أن يدافع عن نفسه الآن أنشأنا جسم جديد، سواء من مجلس الشورى السابق، سواء من الناس المقاتلين في درنة، عسكريين في شرطة. لكن للأسف أن ليبيا درنة عزلت، والمجلس الرئاسي لا يستطيع أن يصل إليها، ولا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من حشائش الأرض. فلنستمع إلى رأي ضيفنا المدون والناشط المدني من بنغازي سيد سالم. مساء الخير، نسألك كيف يمكن أن يستقبل الخبر في أوساط المعسكر الآخر الذي يحاصر أطراف المدينة؟ كيف يمكن أن يستقبل جيران المدينة هذا التغيير من قبل مجلس شورى مجاهدي درنة؟ والله مرحبا وشكرا على الاستضافة. نحن كنا نحاول أن نتعامل مع الموضوع بإيجابية، كنا نقدر نتعاطوا معه بإيجابية لو كان بيان حل المجلس كان من مشاعر وأعيان المدينة، حتى تكون له صبغة اجتماعية، والله يكون في ضامن اجتماعي يمكن لباقي سكان إقليم برقة أنهم يتعاملوا معه. الفكرة مش في مسألة تغيير الاستيكر والله الأسماء، نحن نحتاج لتغيير حقيقي في المضمون والجوهر. نحن في حق مختلفين عليه، هي الدولة المدنية المنتخبة، ما نبوش كيان يفاصل في أمور ومسائل شرعية عند المقدسي ولها ارتباطات بشخصيات زي مختار بالمختار وغيرهم. نحن الشيء اللي شفناه من البيان هو حل المجلس وإعادة دمج منتسبيه مع عناصر أخرى تحت مسمى قوة حماية درنة دون تنقيح أو فلترة للعناصر المؤزجة بالأخص اللي تحمل الفكر التكفيري. كيف يمكن أن يحدث ما وصفته بتنقيح أو فلترة؟ تشكيل مجلس شورى الثوار بعد إعلان الحرب على التنظيمات الإرهابية وعلى رأس تنظيم أنصار الشريعة، إحدى فروع تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي إن أجاز التعبير. السيد سالم، سألتك كيف يمكن أن تحدث تنقيح أو فلترة، ما التصور المثالي لكي نخرج المتطرف أو سميه ما تشاء من مجموعة من الشباب في درنة؟ وإذا كانت بالفعل تهمة الإرهاب ثابتة على هذه الجماعة، لأن إلى الآن هناك شبهات عليهم، لكن هو لم يصنف دوليا كمجموعة إرهابية. لا 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 لا، ما قلت في الحلقة اللي فاتت في خلل في البنية التركيبية للمجالس الشورى اللي موجودة في برقة. إحدى الكيانات والله التنظيمات المنضوية تحت هذه المجالس هو تنظيم أنصار الشريعة، المصنف من مجلس النواب كتنظيم إرهابي، المصنف من الاتفاق السياسي المادة 10 من الاتفاق السياسي تنص على تصنيف الجماعات الإرهابية اللي هي داعش والقاعدة وأنصار الشريعة وكل من يتحالف معها. نحن نعرف أن مجلس الأمن اللي هو مرجعية العالم اللي قاعدين فيه كلنا يصنف تنظيم أنصار الشريعة أحد
الأجسام المنضوية تحت مجلس شورى مجاهدي درنا. طيب الآن مع إعلانهم حل أنفسهم وهذا القرار الجديد الذي أعلنوا عنه، ما الضمانات بالنسبة لكم لعل هذا القرار بالفعل هو تغيير؟ نحن بنقول لك على حاجة، هي درنا إحدى بؤر الصراع في ليبيا وحل الأزمة فيها حيكون بعدما يتوفر مشروع وطني حقيقي بالحوار وإيجاد جسم مدني توافقي جامع للليبيين كلهم، ونعدوا شورى الدولة المنتخبة راها، وكان نبو نحكوا على مشروع مصالحة، راه مشروع المصالحة يحتاج لآليات حقيقية. أول شيء نحتاج لمسألة المصارحة والمكاشفة ونحاول أن نحلوا جميع الإشكاليات سواء في الماضي والله في الحاضر. سنعود الحديث عن تصورات الحل مع هذا التغيير، ابقى معنا سيد سالم. أعود إليك سيد محمد المنصوري من درنا، إذا ما الضمانات وكما أشار ضيفنا من بنغازي، ما الضمانات، لماذا لم يكن الإعلان عن الموضوع عن هذا التغيير على لسان القيادات الاجتماعية أو الأعيان؟ ما الضمانات أن يكون هذا التغيير بالفعل تغيير في التعامل وفي المشهد في درنا؟ طبعا ضيفك يبدو أنه مش مدرك الواقع بالكامل، يعني هو عايش في الأمن الحقيقي في مدينة بنغازي، الأمن اللي لا في جثث ولا في قتل ولا في تصفية خارج إطار الدولة ولا خارج القانون. نحن كمجلس شورى مجاهدي درنا عندما أعلننا تشكيل هذه القوة وإلغاء اسم مجلس شورى مجاهدي درنا وضواحية، هو أمر يخصنا نحن بالأول، فلا بد أن تكون الخطوة منا نحن، وفضل الله عز وجل أعلننا نحن الخطوة، وجدنا تأييد مجلس الحكماء والأعيان، ووجدنا تأييد المجلس الأهلي الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني ورابطة مؤسسات المجتمع المدني، وفرح أهالي درنا. لو رأيتم مواقع التواصل الاجتماعي التي تخص أهالي درنا فرحوا بها فرحة ما يعلم بها إلا هم. ضيفك الكريم يقول أن أنصار الشريعة إحدى مكونات مجلس شورى مجاهدي درنا وضواحية، وهذه غير صحيح، أن المكونات مجلس شورى لم تكن فيها أنصار الشريعة، ومجلس أصلا أنصار الشريعة حلوا أنفسهم ببيان رسمي من قديم الزمان. نحن مجلس شورى مجاهدي درنا وضواحية أبناء هذه المدينة، كنا يعني في هذا الكيان اللي هو مجلس شورى مجاهدي درنا وضواحية ندافع عن أهلنا، ندافع عن أعراضنا، ندافع عندما خذلنا القريب والبعيد. يعني أيام درنا كانت تعجبي بتنظيم الدولة الذي يهبط من مطارات المناطق المجاورة ويدخل لمدينة درنا، كانت لنا محاصرين ولا نمنع عن الغاز ولا الوقود ولكن عندما طردنا التنظيم نتفاجأ بالقصف ونتفاجأ بالحصار والقبض على الهوية. طيب الآن هذه القوة التي كانت من قبل بإمرة، على الأقل المعلن بإمرة من ظهر اليوم في المؤتمر الصحفي عطية الشاعري، الآن عندما أصبحت قوة حماية درنا، من ستكون بإمرة من باعتبار أنها كل المكونات الاجتماعية في المدينة فيها؟ ما التصور لعملها والتوقيت، هل هي مؤقتة أم ستدوم؟ يا أختي الكريمة، أول شيء نحن أعلننا الحل والتشكيل، هذا ما اتفقنا معه مع مكونات المدينة الإدارية والعسكرية والاجتماعية والمدنية. بإذن الله نحن بصدد اجتماعات وإعادة ترتيب الصفوف، سنعمل داخل إطار ميثاق المدينة الذي حافظ على الأمن في المدينة والذي حافظ على 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 انخفاض مستوى الجريمة داخل المدينة. لا زالت لدينا اجتماعات متعددة مع الأعيان، مع الحكماء، مع المجلس المحلي، مع مؤسسات المجتمع المدني. نحن أبناء هذه المدينة، ومن الآن يعني نحن قررنا أن نتخذ القرار ويكون القرار جماعي بأبناء درنا كاملة، سواء قرار إداري أو عسكري أو سياسي. لم يكن القرار بيد، هل ستعلن فيما بعد الجهات الرسمية المسؤولة التي تتبع مؤسسات الدولة تأييدها لهذا القرار؟ مثل من؟ مثلا مثل المجلس البلدي، مثل مديرية الأمن، مثل بالنسبة للمديرية الأمن ومسؤول الملف الأمني اليوم أيدوا هذه الخطوات وباركوا، مجلس المحلي أبدأ ارتياحه لهذه الخطوة وبارك، ولا زالت لدينا اجتماعات، وهم على حسب ما صرحوا لنا أن يوم السبت غدا، نحن اليوم جمعة،
سيصدرون بيانات تأييد لهذه الخطوات التي قام بها مجلس الشورى. طيب سيد نزار، إذن كما أشار أحد ضيوفنا هناك خلل في البنية التركيبية لهذا النوع من الجماعات كما قال، وهناك خوف من أن لا يحدث تنقيح أو فلترة لبعض العناصر التي مخاوف من أنها تكون عناصر متطرفة. هو يعني أولا هذا الكلام يعني يحتاج إلى تدقيق، لأن يعني إلقاء التهم جزافا هذا أمر خطير جدا. يعني في بنغازي الآن موجود السي آي إيه، موجود مخابرات فرنسية، السي آي إيه بشهادة نيويورك تايمز، الفرنسيس موجودين، الطليان موجودين. لو رجعنا التقارير على درنة، ما يذكرون في درنة؟ ما الذي يقال في درنة؟ جامعة واشنطن، جورج واشنطن تكتب تقرير عن تنظيم الدولة في ليبيا وعن تنظيم القاعدة، تقول جماعات الموجودة في درنة هي جماعات إسلامية لا يمكن أن تصنف تحت أي تصنيف. نترك هذا. موقع اسمه Eye on ISIS in Libya، عين على تنظيم الدولة في ليبيا، ما الذي يقوله؟ لا يذكر درنة البتة. عارف لو يعرفوا الكلام اللي يقول فيه اللي يستسهله ضيفك، لو يعرفوا أن فيه تنظيم أنصار الشريعة أو فيه القاعدة لكان فيه ضرب كما في الجنوب الليبي. ليبيا كلها مراقبة، البحر الأبيض المتوسط كله مراقب بالأفريكام، لا ينتظر لا في حفتر ولا ينتظر في هذه القبائل المسكينة. ودعيني أقول لك أن الأزمة ليست في درنة، الخطأ النظر الأزمة في درنة، الأزمة في الشرق الليبي، الأزمة في هذه القبائل التي تقتات وتعيش وتشرب وتأكل وتعالج وتأخذ أموالها من درنة وتحاصر درنة. الأزمة ستطول في هذه المنطقة. إذن هذا الكلام عاري عن الصحة. قد يكون هناك معلومات استخباراتية تنقلها مصر بالذات، الإشكالية في المعلومات التي تذكرها الإذاعات المصرية. لكن هو أشار أيضا إلى يعني أن مجلس النواب يصنف بعض الجماعات، وفي مجلس النواب صنف حتى طرابلس كلها إرهاب. عندما مجلس النواب الليبي مصنف الناس اللي عقد معهم اتفاق سياسي أنهم جماعات إرهابية، فمجلس النواب معروف أنه مختطف، يعني هو غير شرعي أصلا، فهو مختطف لم يخطو خطوة صحيحة مع الاتفاق السياسي، وبالتالي لا يعتد بشهادة، نحتاج بشهادة إما دراسات إما مواقع استخباراتية زي ستراتفورد زي جي بوليتيك جي بي بي لجورج فريدمان. هذا المواقع تذكر بالأسماء. إذا ما الذي يجعل العالم يتعاطف مع درنة؟ والله لو كان يعرف فيها إرهاب ولا يتعاطف معه ولا يذكر حتى منظمة حقوقية واحدة. فنحن ما نقولش يعني نتخيل. بعدين هذه تبرير، حتى لو كان في يا سيدي أنصار شريعة أو في متطرفين تحاصر مدينة 3 سنوات، لا تستحوا على وجوهكم. هل هم يجوا الناس اللي في المناطق يمشوا يأكلوا في درنا ويأخذوا من بنوكها ويعالجوا ويمشوا يحصروا في الليل يسكروا البيبان؟ يعني في هذا يعني الغياب معنى التعقل والحكمة والثقة والترابط الاجتماعي. الآن أهل درنا قالوا لا، نحن حلينا هالمجلس ونحن بندفع على أرواحنا. لماذا اتخذ القرار الآن؟ هل ترى أن توقيته جاء في وقت صحيح أم أنه متأخر؟ لأن الشبهات حول هذه الأجسام منذ فترة. يعني هم طبعا فيه رأي يقول أن نحن غيرنا الاسم، حلينا مجلس الشورى، الحصار لهدف سياسي، وهذا صحيح. هو المسألة ليست مجلس الشورى، هو إرادة إخضاع الشرق كله لمشروع إماراتي مصري، لأن مصر لو تتحصل على الشرق الليبي وتسيطر عليه يصبح البحر الأحمر ممر آمن فيما يعرف بصفقة القرن، فبالتالي يصبح هذه المنطقة جزء من الشرق الأوسط، وهنا ما يعرف بالمينا، يعني الميدل إيست اللي هو الشرق الأوسط ينضم إلى شمال أفريقيا بالسيطرة على الشرق الليبي. فالمشروع أكبر من هذه القبائل وأكبر من الكلام اللي نقوله فيه وأكبر حتى من أنصار الشريعة، فبالتالي يجب أن نأخذ الأمور في نصابها. الآن نحن كشرق ليبي يجب أن نفعل ما فعلته الصومال وما فعلته سقطرة، أن نكون نقف كجسم واحد، نحن نفس القبائل، نفس القبائل اللي موجودة في درنة، موجودة في المرتوبة، موجودة في عين مارة، راهم يضحكوا عليك. هل ترى أن القرار من الغرب القرار بالشكل الذي اتخذ به وهو على لسان القائم على الجماعة يعطي شكل من الثقة أو يوحي بالثقة والتغيير؟ خلاص انتهى. بما أنه يشمل مؤسسات أخرى كما قال وكل المكونات، هل درنة زي بنغازي؟ درنة 100,000، درنة اللي طلعت على داعش، لو عارفين في مجلس الشورى هضم أنصار شريعة وناس متطرفين مش قادرين عليهم، 500 راجل اللي رقوا للفتاة يا حضنبان مش قادرين يخشوا عليهم. يعني المدينة، الفرق بين درنة وبين سرت وبين بنغازي واضح. في سرت
تنظيم الدولة خدع المشايخ وقالوا نحن نحميكم قبل ما يكون تنظيم الدولة نحميكم من مصراته. في بنغازي المجتمع انقسم على نفسه، أصبحت حيصة بيص، ناس جار خش على جارة وهرجروا ناس ونزعوا. في دارنا ما صارش. إذن هو نموذج يحتذى. لو يعرف أهل دارنا أن مجلس الشورى فيه شخصيات معينة رجلوهم قاعد الفيس وقاعد وسائل التواصل الاجتماعي رغم بالاسم قايلينهم. سيد سالم، كيف يمكن أن تربط هذا التغيير الذي حدث على لسان مجموعة أو مجلس شورى مجاهدي درنا الذي حدث اليوم مع التغيرات الأخيرة والتحشيد الذي حدث حول درنا؟ والله أنا كنت نحاول أني نكون إيجابي حرصا على دماء أهالي درنا وأن نوجد آليات لحل الأزمة، بس للأسف في خلل في تفكير بعض الأشخاص اللي حاولوا توظيف درنا سياسيا. راه التوظيف اللي سير درنا راه توظيف سياسي قدر، راه مسألة معاناة أهالي درنا تهمنا نحن كلنا كليبيين. التوظيف هذا يسير من بعض الأطراف والكيانات اللي كانت جزء أو سبب من المشكلة. رانا ما نقدروش ننكروا إن في درنا رفضت انتخابات مجلس النواب، درنا رفضت انتخابات المجلس البلدي، درنا رفضت. من تقصد عندما تقول درنا رفضت أو درنا اعترضت؟ من تقصد؟ اللي نقصد المجموعات المتشددة المتمركزة داخل المدينة. طيب، أشار ضيفنا هنا في الاستوديو إلى أن هذه المجموعات لم تصنف من قبل جهات دولية بأنها إرهابية، أفريكوم لم يستهدفها، لا لا لا، حتى في التقارير عن آيسس عن تنظيم الدولة لا تذكر. نص مجلس النواب ومجلس الأمن كلهم صنفات تنظيم أنصار الشريعة، إحدى توائم تنظيم القاعدة في المنطقة على أنه مجموعة إرهابية. رها في فترة من الفترات كانت درنا تحت الإرهاب والإرهابيين وغابت جميع المظاهر المدنية. نحن شفنا روس تقطع في الشوارع في مدينة درنا قبل حتى ما يطلع تنظيم داعش. كنا شفنا الاغتيالات في فترة من الفترات. راني أنا ما نحرضش على أهالي درنا والله أخوتنا في درنا، أنا ضد وجود الجماعات المؤدلجة المتطرفة داخل المدينة. طيب، هذه الخطوة هل يمكن أن ينظر إليها هذه الخطوة التي حدثت اليوم هل يمكن أن ينظر إليها على أنها مراجعة للأيديولوجيا أو مراجعة فكرية، وبالتالي ربما ينتظر أو يحدث تأني لنرى نتائجها؟ والله لو صار وكانت النوايا صادقة فهمت، وكثير من الشباب يتراجعوا على الكثير من المفاهيم والله الأفكار الأيديولوجية التي تؤدي إلى تكفير عموم المسلمين. للأسف أن كنا نقدر نحل المشكلة هذه في 2012 في 2013 في فترة من الفترات. رانا دعينا دار الإفتاء وعلي رسم المفتي بعد بداية الاغتيالات للتحاور مع هؤلاء الشباب. كنا نتمنى في ذلك الوقت زيارة حتى لرئيس المؤتمر الوطني والله حتى للمفتي لبنغازي. تم يميعوا في القضية من قناة ليبيا الحرة جابت خبر عاجل أن تم القبض على قتلة الشهيد عبد الفتاح يونس. للأسف طلعوا عمالة أجنبية واخذينهم من جزيرة مصنع سمينتو ويقولوا هذوما داعمينهم الأزلام. توا بنسأل وين مشايخ وعقلاء درنا؟ لنعود إلى موضوعنا. نعم، ابقى معنا سيد سالم. سيد محمد منصوري، تعليقك على هذا الموضوع. هناك وجود لبعض الشباب الذين لديهم خلفيات أيديولوجية ربما متطرفة، كيف ما الذي سيتغير بتغيير هذا القرار بشأن هؤلاء الفئة؟ أول شيء الحمد لله اللي تفرجوا علينا وهم يقتلوا فينا الدواعش ويقطعوا في روسنا، يعني شهادة بنفسها أن هم كلهم كانوا يتفرجوا على درنا وهي تقتل وتغتال وهذا يقطعوا في راسه. الشيء الآخر، أبناء مدينة درنا، أبناء مجلس شورى مجاهدي درنا وضواحية لا يوجد بهم شباب لا متطرف ولا شباب يكفر المسلمين. شباب مدينة درنا شباب حارب داعش وحفتر وجيش المزعوم اللي يقولوا عليه التاسع قاعد يتفرج علينا ويقول خلوهم يكملوا بعضهم. شباب مدينة درنا حافظوا على الأمن في مدينة درنا اللي فقدتها مدينة بنغازي
لحدث ولا حرج عليه، كل من يخالف سيدة حفتر يغتال بالمفخخات سيد محمد بغض النظر عن المقارنة دوما بين بنغازي وطرابلس، اسم المجلس وبإشارتكم الآن تم تغييره لأنه يشير إلى بعض الخلفيات، من أين جاء إذن اسم المجلس في 2014؟ ألا يمكن هذا أن يدلل على أنه بدأ بخلفية أيديولوجية تغيرت الآن؟ يا أختي الكريمة، لابد أنك تفهم الأمر هذا حتى أنت، أن مجلس شورى مجاهدي درنا، كلمة مجلس وكلمة شورى وكلمة مجاهدين هذين أسماء يعني فين من 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 يعني من عيب، يعني ما تقارنيش بمجرم داعشي ولا تقارني بمجرم يقتل في الناس بغير حق عشان كلمة. والله نحن اخترنا الاسم هذا كي يلم ابناء المدينه للدفاع عن المدينه، للدفاع عن حرماتنا. كنا نعاني في عدوين، كنا نعاني في ميليشيات حفتر تبي تقتحمنا تقتلنا، وكنا نعاني من داعش من الداخل. وللاسف كل ما كانت داعش متمكنه في درنا، كل ما كان التسهيلات تقدم الى داعش، البنزين تخش، الغاز يخش، الطعام يخش. لم يفرض الحصار في عهد سيطره داعش على درنا، بل لما تحررنا منها وطردنا التنظيم يهرب التنظيم 850 كيلو إلى سرق، ولم يتعرض إلى الضرب، ولم يتعرض لأي، بل وجد سيارات مسلحة وسيارات على دفع رباعي جديدة في طريق الميتين. الأمر واضح، هؤلاء يستفيدون ويسيسون ويتهمون بكل من خالفهم أنه إرهابي وأنه يعني داعش. أنت الآن تنفي لنا وجود أي شباب يحمل أيديولوجية التطرف أو لا يوجد وخير دليل أن من طلع اليوم رئيس المجلس هو شاعري من أبناء المدينة، مسقط رأس وادي درنا، اللي قدام كان منصوري، هذكي العتهبيل، هذكي تجوري، هذكي مصراتي، حتى قتلنا نحن كشورى درنا أهو صالح الماجري قبل يومين بطيارات إماراتية، وقبل يوم من الكرامة إبراهيم الشاعري، أبنائنا معروفين. لا هو لا يحكي عن الجنسية ولكن عن الميول أو الأيديولوجية والخلفية السياسية. لا، نحن مع الدولة التي مدنية، التي لا تظلم العباد، نحن مع عدم عسكرة الدولة، مع احترام كل اختصاص باختصاصه، مع دولة المؤسسات. لكن إن شاء الله الكلام اللي يقول فيه إن شاء الله يكون حقيقي في بنغازي، بس تكون في دولة مؤسسات عندهم. فلنستمع إلى رأي البرلمان هو من بارك القصف الجوي المصري المحتل المعتدي على مدينة درنا. هذا موضوع آخر. قتل فيه أطفال ونية، هذا البرلمان هو اللي يزكي فيه ودير لي ميزان عدل. سيد نزار، نعم سيد نزار، الزمن الذي سيستمر به العمل في هذه القوة، هناك دوما مخاوف من إنشاء جسم معين أو قوة معينة دون تحديد سقف زمني أو توقيت ودون تحديد مهام لها، كيف يمكن أن تحدد هذه الأمور وما المخاوف من عدم تحديدها؟ هو الآن أصبحت كما ذكرت انحلت جسم وتشكل جسم جديد، هذا الجسم سيكون فيه إدارة جديدة وفيها هياكل جديدة ونظام داخلي. طبعا المرجعية هذا الجسم هو اتفاق درنا، ميثاق درنا ينص على أن المرجعية السياسية في الوقت الحالي هو المجلس المحلي المنتخب. هذا المجلس موجود في طرابلس، يعني رئيسه دكتور عوض العيرج موجود في طرابلس، وفي اتصالات بإخواننا في الغرب ككل لشيئين مهمين. أول حاجة تحديد مرجعية لهذا، قد تكون المجلس الرئاسي أو غيره. ثاني شيء أنه يأتي كل من يعني جاء الحكماء اللي في الشرق خاصة من قبيلة العواكلة، الحكماء اللي في الغرب اللي هي متبثل في مجلس الأعيان والحكماء ليبيا، للتأكد من كل شيء في درنا. إذا درنا هي مفتوح، نمضي في مسار أولي هو بناء القوة الداخلية، لأن في تهديد، يعني الآن ونتحدث معك فيه راتل ماشي لدرنا، فيه شخصيات تريد أن تهاجم درنا، ما زال في تهديد للمدينة. لذلك نحن ما نش فاضيين لكثير من الكلام، يعني الآن نحن نحتاج إلى القوة هذه تتشكل بسرعة حتى لا يكون فينا اجتياح للمدينة لأن ستتضرر المنطقة ككل. هذه القوة لما تتشكل يوازيها حراك مدني، هذا الحراك المدني بادي الآن، موجود في الغرب وموجود مع المجلس الرئاسي، موجود مع المنظمات الدولية ككل، وصل إليها هذا الكلام في تركيا، وصل إلى المنظمات في سويسرا، وصل إلى الأمم المتحدة تتابع هذا الأمر بعناية. كل هذه الأمور راهي واضحة عند الناس. الآن هذه الخطوة بتغيير الاسم تشجع الجميع أن يتحدث بأكثر مدنية، بأكثر إنسانية، يتعامل مع الموضوع، لأن نحن الآن نرى بأن نار تريد أن تشتعل في الشرق الليبي.
نريد أن نخفض هذه النار، لا نريد أن نؤججها، لا بالحديث عن وجود متطرفين ولا بالحديث، لأن الهدف ليس بكل حال حرب على الإرهاب، بكل المقاييس، بكل الدراسات عن الحرب على الإرهاب ما حدث في الشرق الليبي ليس له علاقة بالحرب على الإرهاب. أشرتم إلى دور الأمم المتحدة واهتمام الأمم المتحدة ونقل المعلومات إليها وكذلك المجتمع الدولي، وهذين الطرفين كثيرا ما اتهما من قبل أهالي درنة بأنهم لم يتخذوا أي قرار أو لم يحركوا ساكنا فيما يحدث في درنة. ما المؤشرات التي تراها الآن ربما تشير إلى تغيير في موقف المجلس الدولي، المجتمع الدولي أو المجلس الرئاسي، باعتبارك أشرت إلى أن عوض العرج موجود في طرابلس، لعل يعني تغيير يحدث؟ الخطوة، هذه الخطوة التي قام بها مجلس الشورى ستساعد، وجود البعض اللي حضروا لدرنا ودخلوا وجلسوا حتى مع شباب مجلس الشورى الآن موجودين مع المنظمات الدولية ومع أخواننا في الغرب الليبي لإيضاح الصورة في درنا، فالأمر أصبح مكشوف. وحتى بعض حكى لي بعض من حضر قال شاف بعض الشباب من درنا قال هذا ما المفروض في قيادة البلد وليسوا محاصرين بهذا الشكل، لأن درنا بلد العلم، بلد الثقافة، درنا لها خيرها على الكثير، يعني اللي يعد على درنا سو ترى أن تغيير الاسم بما حدث اليوم وهذا التغيير هو حل المجلس الشورى وبناء قوة حماية درنا، ترى أنه يطمئن المجتمع الدولي، يطمئن الأمم المتحدة، يطمئن الجميع، هو طمأنهم إن شاء الله. سيد سالم، نتحدث الآن عن جهود الحل، بالنسبة لجهود الحل السلمي التي تدور في المنطقة الشرقية، هل ترى أن ما سيحدث اليوم سيساعد في تقدمها؟ والله حل سلمي بين المصارحة والمكاشفة، ولازم يكون فيه اعتراف بالذنب لكل من أخطأ في حق الليبيين. ومسألة مهمة أخرى اللي هي الاعتذار تكون بالفكرة العامة. نحن نحتاج لمن يعتذر عن 42 سنة السابقة اللي ونحن نحتاجه لكل من قتل ونهب في الدولة الليبية بعد فبراير وجاي والتأسيس الخاطئ ودخول الأحزاب. نحن مش ضد فكرة دخول الأحزاب راهن هن القبائل في المجتمعات المحاصرة المعاصرة، الموضوع دائما باش ناخذ راس حاجة، بس أنا نبي نوري لك الانحواء المنعرج الخطير اللي كان في المرحلة السابقة. مسألة تبعيتك لدار الإفتاء شيء يدينك، نحن شفنا الفصل عند المقدسي بوساطة من نائب المفتي في مسائل شرعية منها الاستتابة والعذر بالجهل، راه الخلاف بين أفكار داعش وبعض الشباب المنتمين لمجلس الشورى هي في مسألة واحدة في وجوب إقامة دولة الخلافة. نعم، شكرا جزيلا لك سالم بوشعرايا من بنغازي، المدون والناشط المدني، حدثتنا هاتفيا من بنغازي. وأشكر أيضا ضيفنا عبر سكايب من درنا المسؤول الإعلامي السابق لمجلس شورى مجاهدي درنا، حدثنا من درنا. ونشكر ضيفنا هنا في الاستوديو مدير مركز بيان للدراسات والأبحاث نزار كريك، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا ابقوا معنا، بعد فاصل قصير نواصل حلقتنا في موضوع آخر. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من حلقتنا في حصاد اليوم. كان المفترض أن نتحدث عن أبرز نتائج جهود لجنة المصالحة مصراتة تاورغا وبوادر الانفراج في الأزمة، وبوادر تحدث عنها رئيس اللجنة بقرب عودة توقيع الميثاق النهائي لعودة أهالي تاورغا قبل شهر رمضان المبارك، وكان هذا من المفترض أن يكون موضوع الجزء الثاني من حلقتنا، ولكن بعد تعذر الاتصال بضيوف الحلقة الذين أصبحت هواتفهم خارج التغطية وأقفلوا هواتفهم، كان من المفترض أن يكون معنا رئيس لجنة الحوار والمصالحة مصراتة تاورغا يوسف الزرزاح، وكذلك رئيس المجلس البلدي تاورغا عبد الرحمن الشكشاك، ومسؤولة المكتب الإعلامي لمجلس المصالحة مصراتة تاورغا زينب رمضان، ولكن تعذر الاتصال بالضيوف. نعتذر عن تأجيل موضوع هذا الحلقة، هذا الجزء من حلقتنا، لحلقة أخرى من حصاد اليوم. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.